بمناسبة كلامنا عن الحكومة، النهاردة مجلس الوزراء سلم مجلس النواب تقرير نصف سنوي عن مجمل أعمال الحكومة عن النصف الأول من العام المالي الحالي. التقرير عبارة عن كتيب 140 صفحة، وتم تقسيمه وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، واللي بتتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين معيشة المواطن المصري. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد التزامه بما سبق التعهد به أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة اللي تم منح الحكومة الثقة فيها، بأن يتم تقديم تقرير متابعة كل 6 أشهر بما يتم تنفيذه. معانا على التليفون مستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. سيادة المستشار مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير استاذ الهام، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. هل ارسال التقرير الى مجلس النواب هيتم بشكل دوري، وايه اللي هيتضمنه هذا التقرير يا سياده المستشار؟ بالظبط كده، هو هيتم ارسال هذا التقرير بشكل دوري من الحكومه الى مجلس النواب كل 6 أشهر، وده طبعا تنفيذا لما التزم به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد حصول الحكومه على ثقه المجلس. هو يعني ما فيش حاجه بتلزم الحكومه بتقديم مثل هذا التقرير، لكن في إطار يعني الشفافية وفي إطار المشاركة ما بين الحكومة والبرلمان، ولكي تكون النواب الشعب على علم بما يجري وبما يتم تحقيقه، تعهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإرسال هذا التقرير كل 6 أشهر. هذا هو أول تقرير تعده الحكومة يغطي 6 أشهر الأولى من عملها، من فترة من يونيو إلى ديسمبر 2018. طبعا بيتضمن يعني كل مناحي او القطاعات الاقتصاديه المختلفه. هو تقرير حوالي 140 صفحه، مظبوط؟ مظبوط كده. بيتضمن بقى ايه فعلا؟ ايه اللي بيركز عليه؟ بيركز على جميع القطاعات التي تضمنها برنامج الحكومه. برنامج الحكومه هو برنامج شامل للفتره من 2018 ل 2022، يتضمن يعني التزامات محدده تعمل الحكومه على تحقيقها في كل القطاعات، سواء قطاع الصحه، قطاع النقل، قطاع التعليم. كل هذه القطاعات توجد فيها محددات واهداف الزمت الحكومه نفسها بها للعمل على تنفيذها خلال السنوات الاربع القادمه. ومن ثم جاء هذا التقرير، تقرير المتابعه النصف سنوي، ليعكس ما تحقق خلال الشهور السته الاولى في هذه القطاع. هل في مدة محددة لمناقشة البرلمان لهذا التقرير سيادة المستشار والرد عليه للتأكد من التزام الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به؟ لا، هو الأمر متروك للبرلمان لتقديره. إذا كان هناك يعني ده مختلف عن بيان الحكومة. بيان الحكومة عندما تقدم الحكومة وهو البيان الذي يتضمن برنامجها، يعني لائحة مجلس النواب تتضمن توقيتات محددة ليتم مناقشة هذا البيان والرد. بالضبط كده. لكن بما ان هذا التقرير هو شيء يعني تقرير نصف او تقرير متابعه نصف سنوي، هو شيء اضافي يعني تقدمه الحكومه للبرلمان، فالامر مطروح كليا للبرلمان ليحدد الفتره الزمنيه التي يريد فيها دراسه هذا التقرير. ونحن بالطبع كحكومه نرحب بكل المقترحات والاراء والتعليقات، وهذا يعني هو احد الفوائد التي سنجنيها من هذا التقرير، ليكون عند كل نائب من نواب الشعب، وطبعا ليكون عند الشعب لان التقرير سينشر لاحقا، ليكون عنده صورة يعني مكتملة لما يجري على أرض مصر، وليس فقط ما يجري في دائرته أو ما يجري في محافظته. عندما يعني يمسك كل نائب بهذا التقرير يعني سيشعر فعلا بحجم الإنجاز في كل القطاعات وفي كل المحافظات أيضا. طيب خلال ال6 أشهر اللي بيشملها هذا التقرير، قولي نسبة ما تحقق قد إيه تقريبا من برنامج الحكومة؟ يعني هو صعب ان نقول نسبه مئويه، لان برنامج الحكومه وضع ليتحقق او يعني تقريبية طبعا اربع سنوات. لكن اللي اقدر اقوله من واقع قراءتي للتقرير، ويعني ادعو الجميع يعني لقراءته او قراءه الملخص التنفيذي الذي سنصدره غدا من المكتب الاعلامي للوزراء، من واقع ما قراته، اذا استمرت الحكومه على هذا القدر من الانجاز، يعني بكل ثقه نستطيع ان نقول ان الحكومه ستتجاوز ما يعني ما ألزمت نفسها به، سيكون يعني ستنجح في تحقيق ما يعني ألزمت نفسها به، وستزيد على ذلك بمزيد من النجاحات في كل القطاعات.
وهذا ما يعكسه التقرير النصف السنوي. في 6 شهور إذا تمكنت حكومة ما من تحقيق ما ورد في هذا التقرير فهذا شيء يدعو فعلا للفخر. ويعني أنا يعني سعيد وكل سعيد وكل المصريين أن الحكومة تستمر على هذا المستوى من الأداء. ممتاز، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا لك يا فندم.